اليوم كيف ما لاحظتوا كيف ما انتم حاضرين معنا كتشوفوا اطوار اجتياز الامتحان النهائي لشعبه الطبخ لمستفيدات والمستفيدين من الجمعيه بمقرها مجمع الشباب والطفوله فالفلوري بطنجه. يعني بعد فتره التدريب اللي دامت لسنه اليوم يعني بحضور لجنه تحكيم لجنه مهنيه مكونه من خمسه شاف دي شاف على المستوى الوطني اللي عندهم يعني اسم معروف على المستوى الوطني اللي كيزاولوا المهام ديالهم في فنادق ومطاعم ذات صيت بالمغرب. اليوم كيف ما لاحظتوا كاين واحد العديد ديال الاطباق لكل مجموعه مكونه من اربعه مستفيد ومستفيده. الاطباق اللي هي من لي زونطري لو بلا برينسيبال الى الديسير ديالهم. التاطير ديال هاد الشباب كانوا من طرف استاذه خديجه اللي هي حاضره معنا واللي كتعمل واحد مجهود كبير و يعني وهادشي باين من الاستعدادات ديال الامتحان اليوم اللي تقريبا اسبوع هما في الاستعدادات. كنتمنوا ان شاء الله يعني من خلال هاد الشعبه هذه ومن هاد المجهودات اللي كيبذلوا هاد المستفيدات باش تتاح لهم فرصه من اجل الاندماج في سوق الشغل من اجل الحصول على فرصه عمل لائقه اللي هو الهدف ديالنا الاساسي بهذه الجمعيه هي مساعده فئه الشباب اللي ما تحت لهمش الفرصه باش يكملوا المسار الدراسي ديالهم. وحنا الحمد لله في هذا المركز كنعملوا ما امكن باش يعني نعطيهم فرصه ثانيه لا من ناحيه التكوين المهني ولا كذلك من ناحيه التكوين الشخصي ديالهم لان كنعملوا لهم واحد العديد ديال الانشطه الموازيه اللي كتقدر يعني تسقل الشخصيه المعرفيه ديالهم من يعني حصص تحسيسيه في قانون الشغل في التكوين المقاوله الذاتيه وكذلك في طريقه الاندماج في المؤسسات السياحيه. كما كتشوفوا معنا احنا وكتواجدوا معنا في هذا المقر اللي اليوم كنعتبروا انا حفل ديال تتويج للتلاميذ اللي دوزوا معنا سنه كامله ديال التدريب والحمد لله اللي كانت واحد النتائج ساره لا من خلال الارتسامات ديال الشيفان اللي جاوا معنا من انحاء المغرب وخارج المغرب اللي شرفونا هذا النهار وكانوا مشرفين على هذا الامتحان هذا اللي كانت الاستعدادات ديالو واحد 10 ايام هذه والحمد لله اللي وصلنا لواحد النتيجه اللي كنتمناوها لاي مؤسسه اللي في هذا المجال هذا. هاد التصفيقات ديال اللجنه التحكيم اللي عطات واحد الصوره الساره لهاد التلامذ اللي بذلوا مجهود وكان المجهود ديالهم في المستوى وهاد المستوى الجيد ديال الانجاز ديالهم كنتمنى انهم يخولهم في المسار المهني ديالهم اللي لا في الفنادق ولا في المطاعم الكبرى وهذا بطبيعه الحال اللي كيسر اي شاف واي استاذ اللي كيبذل مجهود ديال سنه كامله.